كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. في إطار نهوض بأوضاع الاجتماعية وديال العمل وتحسين شروط ديال العمل، ظروف ديال العمل بالنسبة للمراكب الصيد التقليدي، تم توزيع اليوم عدد من محركات البحرية، محركات البحرية إضافة إلى معدات وأجهزة ديال الصيد وديال السلامة اللي كتمثل في الطوق ديال النجاة، في صدرية ديال النجاة وفي محركات ديال السلامة. المجموعة ديال المراكب اللي كتنتمي لجمعية مهني الصيد التقليدي. الهدف من هذا المشروع هو السلامة البحرية وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، وطبعا كاين شراكة بين وزارة الصيد البحري، وكذلك كاين عامة إقليم طنطان والمكتب الوطني للصيد البحري والكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب ووكالة المواني والقطب البحري لواد نون. عندي مصنع الحمد لله في ميناء الواطية طنطان، ميناء الواطية بالتحديد. المصنع يعني يلا بدينا هذه من 6 شهور تقريبا، بدينا في تصنيع الفليكات كبداية، وقاعدين نصنع القباري حق الباطوات السرديني اللي هو 120 طن، وإن شاء الله من بعده صناعة القلمبري إن شاء الله. الأيدي العاملة مغربية إن شاء الله تعالى، وكاين في شخص أجنبي اللي هو يأهل إن شاء الله الشباب المغربي اللي إن شاء الله يكون خلال 6 شهور يعني إن شاء الله يكونون 100% هم الأساس في المصنع إن شاء الله. والعدد يعني نحن بادين تقريبا من 20 فرد، ممكن العدد يوصل 200 ل 500 حسب تطوير العمل إن شاء الله تعالى.